أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من أحرم بالحج ولم يقف بعرفة ولم يكمل المناسك؟ ما حكم من أحرم بالحج ولم يقف بعرفة ولم يكمل المناسك؟ إن كان حصل له مانع تعذر معه المضي، هذا محصر، هذا محصر، عليه فدية، عليه الفدية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إن كان أنه ما هو محصر فهذا عليه أنه لا يزال محرم، عليه أنه يتحلل بعمرة الآن من إحرامه بالحج، يتحلل بعمرة، وإذا جاء العام القادم يحج ويفدي، يذبح بدنة، يذبح بدنة في العام القادم مع الحج قضاء للفايت. نعم.